الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا تنقصوا الناس أشياءهم
فاستعينوا بالصبر والصلاه وامروا بها اهليكم واصطبروا عليها وصبروا ثم احذروا مما يحاول الحمقى والسفهاء والمنافقون من احداثه بينهم ليتصدع بناؤكم وليتفتت صفكم واحفظوا السنتكم واقلامكم والاجهزه التي في ايديكم واحذروا من ان تكونوا قنوات من نشر كل ساقط من قول او مثير للفتن من شائعات ومبالغات وتثبتوا من كل خبر ونبأ وتبينوا كما امركم ربكم فكفى بالمرء كذبا واثما ان يحدث بكل ما سمع ثم الزموا الجماعه واحرصوا على الابتلاء واحذروا التفرد بالراي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ثم واياكم الظن فان الظن اكثر الحديث ثم ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسبوا ولا تباغضوا ولا تداروا وكونوا عباد الله اخوانا كما امركم المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يقوله ولا يحبه هذا وصلوا وسلموا على من منكم الصلاه والسلام عليه قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاه والسلام من صلى عليه صلاه صلى الله عليه بها عشرا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الاله والصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل اللهم وفقنا للاعمال الصالحات اللهم وفقنا لترك المنكرات اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اصلح لنا نيازنا وبارك لنا في ازواجنا وذرياتنا واجعلهم قرة اعين لنا واجعل التوفيق حليفنا وارفع درجاتنا وزد في حسناتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجه الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير ومن اراد بهم غير ذلك فخذ اخذ عزيز مقتدر اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اذل الشرك والمشركين واذل المنافقين واذل المتآمرين واذل المتخاذلين اللهم فرق شملهم اللهم شدد كلمتهم اللهم من اراد ان يحارب دينك وكتابك وسنه نبيك اللهم ارنا فيه عجائب اللهم اجعل بيته في نحره اللهم من اراد ببلادنا فتنه فاجعل بيته في نحره اللهم ارحم موتانا وعافي مبتلانا واحفظ صفنا على لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم واحفظ صفنا على لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان اللهم احفظ دماء المسلمين في بلاد الشام وفي مصر وفي العراق وفي افغانستان وفي كل مكان اللهم عليك بالصهاينة اللهم عليك بالصهاينة اللهم عليك بالصهاينة ومن آمر معهم ومن فتح ديار الإسلام لهم ومن آمر معهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وقوموا إلى أخوانكم وصافحوا إخوانكم فإنهم في يوم عيد ومن كانت له مع أخيه ومن كانت له مع أخيه خصومة فليبادر إلى المستحيل وتقبل الله